ركنية من جانب النادي الافريقي ومن جانب زهير الذوادي، يرفع الكرة زهير الذوادي، الهدف الاول عن طريق باسيرو البوركيني، يسجل الهدف الاول للنادي الافريقي مع مطلع دقيقة 11. البوركيني باسيرو يفتتح باب التسجيل وفرحة جماهير النادي الافريقي اللي حاضرة هنا في ملعب المنزه. تقريبا بعض من الافراد من جماهير النادي الافريقي قلت هدف مقابل صفر، وهو امامكم على الصورة. باسيرو كومبواري يفتتح باب التسجيل للنادي الافريقي، يصعد شوف ياخذ راحته قدام مدافع الشبيبة الرياضية القيروانية، ياخذ الكرة بكل راحة، يحط الكرة على يسار يوسف السعيدي، تقريبا مش محظوظ منذ دخوله، ويعني يقبل هدف اول بالنسبة للنادي الافريقي. قلت هدف مقابل صفر مع تجديد في المباراة. تأكيد الكلام اللي قلته يعني منذ الشوط الأول، النادي الإفريقي قوة هجومية ضاربة في الشوط الثاني. ترجع الكرة اسكندر العبيدي، يرجع الحارس مارك داويدي، تويلة في اتجاه ياسين الشماخي، الشماخي يخرج راس راس الشماخي، الشماخي الشماخي حذر البصيرو، الهدف الثاني. ملا كونتر اتاك مثالي نموذجي بالنسبة للنادي الإفريقي عن طريق باسيرو، ثنائية الشماخي ما كانش أناني، يحضر الكرة لباسيرو البوركيني، قوة قوة للبوركيني مع مطلع الشوط الثاني رفقي، وهدف ثاني بالنسبة للنادي الافريقي. هاي الإعادة، هاي الصورة، كونتر اتاك من ياسين الشماخي، يمشي مع مدافع الشبيبة، يخير ما سوبش، يحضر يحط باسيرو البوركيني قدام شباك فارغة، والهدف الثاني بالنسبة للنادي الافريقي رفقي. وواقعية للنادي الافريقي ونجاعة هجومية، التأكيد من خلال تدوين ثنائية بأقدام بوركينية، البوركيني باسيرو كومباوري يسجل ثنائية في